هل هناك عودة مجددا للحوار؟ نعم هنالك عودة للحوار، وممكن الخبر اللي انت قريته لنا ممكن نتابع في يعني فولكر ما كان له لا حس لا خبر في الفترة الفاتت، والفترة الفاتت شهدت تحركات ومبادرات. أنا شخصيا برصد في هذه المبادرات وعايز أكتب عنها تقرير مطول، حوالي قريبة 60 مبادرة. آخر مبادرة هي مبادرة أهل السودان بتاعة الطيبة جيد الشيخ الطيبة جيد. هذه المبادرة وجدت قبول لدى البعض، ولكن وجدت رفض واستنكار لدى غالبية السودانيين، وآخرين كانوا بيقولوا إنه هذه المبادرة كانت وين لما الناس بيموتوا في الشوارع وفي الطرقات. وقبلها كانت في مبادرات اللي أشرت عليها بتاعة الهادي إدريس أو الجبهة الثورية مالك عدنان. نعم، هو الآن ذكر في الخبر القوى السياسية، من المقصود بالقوى السياسية التي ستشارك في الحوار؟ دي واحدة من المعضلات. الحرية والتغيير حتطرح يوم السبت الجاي الإعلان الدستوري الجديد بالنسبة لها. الإعلان الدستوري ده في تقديري كصحفي ومراغب بيواجه مشكلة، منون هن اللي حيكونوا في الفترة الانتقالية الجاية، أو حيتحدث عنهم الترتيبات الدستورية الجديدة. هل الناس اللي كانوا مع النظام البائد لحد أبريل 11 أبريل، ولا القوى السياسية الفرضت رقبتها زي لجان المقاومة، ولا التنظيمات النسوية، أو زي قطاع كبير زي المزارعين؟ دي واحدة من التحديات. التحديات الثانية اللي حتواجه الناس في حال انطلاق الحوار هي الفترة الانتقالية. الإعلان الدستوري طلعت عليه في خبر أمس في صحف أمس، الحرية والتغيير تتحدث عن فترة انتقالية 18 ل 24 شهر. كذلك المبادرة اللي أشرنا لها اللي وجدت رفضي من قطاع كبير من السودانيين تحدثت عن فترة انتقالية 18 شهر إلى 24 شهر. دي كلها تحديات. في آخرين ما موجودين لا في الحرية التغيير ألف، لا الحرية التغيير باء، ولا الحرية والتغيير التغيير الجذري. ديل زي بعض رفاق الكفاح المسلح أو أحزاب سياسية زي الحزب الجمهوري وبعض الكيانات، وهم ديل أنت ما بتنكر كانوا مساهمين مساهمة كبيرة في الثورة. دي كلها إشكالات حتواجه الناس. هل متوقع أنه حيكون في حوار ناجح في الفترة القادمة؟ هي المعطيات في الساحة بتقول أنه لابد أنه يكون في حوار، لكن الحوار ده اللي حيكون أطرافه منهم ده السؤال. الحرية والتغيير التغيير الجذري حسمت أمره وحددت موقفة من اللات الثلاثة ومن الناس اللي حيكونوا معاه منهم، وفتحت الباب للناس اللي دايرين ينضموا. الحرية والتغيير المجلس المركزي حيناقشوا في اجتماعنا الجاي الترتيبات دي، وحيمكن التساؤلات اللي انت أشرت لها هي حتجد أجوبة في الاجتماع الجاي. أيضا أنا وجدت دعوة من نغابة المحامين الديمقراطيين، هيكون عندهم ورشة يومي 8 و9 و10 في الشهر ده بخصوص الإعلان الدستوري الجاي للفترة الانتقالية. نعم. ويطرحوا فيه عدد من القضايا الدستورية للترتيبات الدستورية المطلوبة للسودان في الفترة الجاية. فكل هذه التحركات بما فيها كان الأسبوع الماضي قبل الماضي الحرية والتغيير عملت ورشة لمراجعة الأداء بتاعها، وكان في يعني باب أو فصل كامل محدد من الجلسات أقصد لمناقشة الوثيقة الدستورية بالمعيبة دي اللي وصفوها الناس بالمعيبة، وهي فعلا معيبة وتمت مناقشتها. الآن هذه التطورات كلها أنا أفتكر إنها حتجد حظها في النقاش بتاع ورشة المحامين الديمقراطيين، أو في الورقة اللي عدتها الحرية والتغيير، أو فيما يتعلق ب الوثيقة بتاعت التغيير الجذري. التغيير الجذري لديهم نعم. وثيقة عن الترتيبات الدستورية، وأيضا وثيقة عن الوضع الاقتصادي الطاحن ده في السودان، وشاروا له أنا حضرت المؤتمر الصحفي تحدثوا عن الأوضاع العاجلة بالنسبة للمجاعة الجاية والموسم نعم. الزراعي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي المحلي السياسي الأستاذ حسين سعد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا زميلي.